ليس ما تراه من صور هي لمدينة شهدت دمار الحرب العالمية الثانية، وليست كذلك رسماً تخيلياً لمدينة مر بها جنود هولاكو في حقبة مضت. إنها الموصل، وتحديداً سوق باب السراي، أو قل ما بقي منه، السوق القديم الذي يعود تاريخه إلى العهد العثماني وكان عامراً بالحياة زاخراً بالعمران. أما اليوم فكما تشاهد، لا حجر ولا شجر ولا سوقاً للعطارين ولا للحدادين، ولا حتى ما يمكن أن يسمى بقايا حياة بعد أن شهد نكبة العراق الجديد بعد الألفية الثانية. بات اليوم هذا السوق العريق جثة هامدة يبكيها أهلها بحرقة وبصمت، كون من شارك في قتلها يمشي في جنازتها وله الحكم والأمر بها. يتجمهر الأهالي حول بقايا المحلات التجارية والمنازل محاولين دفن ماضيهم والبدء بحياة جديدة، لكن الواقع يقول لهم عبثا تحاولون، فثمة رجال مدججون بالسلاح ينذرون بالخراب، وهناك حكومة فاسدة تبيع وتشتري باسم مآسيكم. بالنسبة لباب السراي، هذا أقدم سوق يعني بالموصل، ما حد لا يجي عليه، لا مسؤولين، كل ما حد ما يجي عليه، يا بريد دعمكم هذه، يجون بس يطمشون يفترون ويرجعون يطلعون، اي مول يجي ما يدير بال، يعني استقل جهود ذاتية، لاكو ماي لاكو كهرب، يعني خدمات فرد مرة معدومة هنا يمنا. ما تلمحه من محاولات ترميم لا يتعدى الجهود الذاتية التي يبذلها الأهالي في ظل تغافل المسؤولين عن تلبية متطلباتهم، إذ يحاول الأهالي تنظيف بقايا المحلات التجارية دون وجود إمكانيات ومساعدات ولا كهرباء، فالبنية التحتية مدمرة تماما. احنا عينا حماميل باب السراي، هذا يعني ماكو لا دعم، يعني ماكو دعم للمحلات، يا ابو المحل يعني ما يعني ما ظل عنده كل شيء، ما نفذ من كل شيء، ما عنده لا مصدر مال لا شيء، يعني عيبني عيعمر تمام عيعمر بس ما عنده. أصيب الأهالي بخيبة أمل إذ ظنوها مدينة ولكن شبه لهم ذلك، فانطووا على أحزانهم وآلامهم. معاناة أهل الموصل نبذة مختصرة عن رواية مأساوية كاملة من كتاب العراق الجديد الذي يؤلفها الغزاة والمستبدون والطامعون، ويدونها التاريخ على جدران ذاكرة الشعوب.